الحرب الكارثية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المستمرة منذ أكثر من شهرين ونصف حملت تداعيات سلبية كبيرة على السكان المدنيين هناك، من قتل وتهجير وانعدام في الخدمات الأساسية، وسط استمرار التحذيرات من مآس إنسانية تهدد الملايين. المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق المتوسط أحمد المنظري قال إن أكثر من 100,000 طفل دون سن الخامسة في السودان يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى رعاية متخصصة، معرباً عن مخاوفه من تفاقم سوء التغذية مع عدم القدرة على الوصول إلى الأسواق المحلية أو تحمل تكاليفها، فضلاً عن توقف عمليات برنامج الأغذية العالمي. المسؤول في الصحة العالمية حذر من احتمالية انتشار الأوبئة وتفشي الأمراض مع دخول موسم الأمطار بسبب نقص إمدادات مياه الشرب وسط خروج بعض محطات المياه عن الخدمة جراء الحرب، مؤكداً أن أعمال العنف المستمرة تهدد حياة الملايين، وسط تقارير عن لجوء مئات آلاف الأشخاص إلى الأنهار الملوثة لتأمين مياه الشرب. وتأتي تصريحات المنظر بعد تحذيرات أطلقها الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من نقص إمدادات المياه والغذاء والأدوية والكهرباء في السودان، مع احتدام القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، والذي أسفر عن خروج نحو 70% من المنشآت الصحية من الخدمة.